بص يا عم، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ابو الخير اول فريش فود ماركت في مصر، فتح فرع جديد في التجمع وعامل عرض خصم 10% على اي فاتوره واي منقوشه ب5 جنيه طول شهر رمضان، وهيكسب معانا 15 واحد من الفيديو ده قسيمه شراء بقيمه 500 جنيه. فيلا بينا نشوف الحوار ده. يلا يا ابو ورانا الشغل. قبل ما تدخل بتلاقي تيست لكل حاجه. احنا لسه ما دخلناش في بقي على طول. وينفع تدوق اي حاجه. تسلم ايدك كفايه، ما حدش يديني حاجه تاني. شفت البتاع حلوه ازاي؟ هو انت تعمل نفسك سوري؟ لا ده مش سوري، ده من امبابه. خد يلا انت واحد. ومن بره هتلاقي ايس كريم وكنافه نابلسيه وكشك قهوه. ايس كريم بالمسكه والفستق. مش اجري والله، والله ما كنت بجري، انا بس كنت عايز اتنفس. لا عليك، واحده جبنه والله علومي. اول الصح شكلك ايه يا كمان؟ واحده ثانيه بس. والله عشان خاطر. بالله عليك، سلام عليكم. لسه ما دخلتش، لسه ما دخلتش حبيبي. الرحمه ده كل بس الرحمه، انا لسه ما دخلتش. واول ما تدخل هتلاقي كل حاجه، مكسرات بكل انواعها وحلويات بكل انواعها وفواكه مجففه وبن وسكاكر وجيلي كولا. ايه اكتر حاجه غريبه ومميزه عندكم؟ حاجه كده شيطانيه. شيطانيه؟ لا، المكاديميا بقى. ايه المكاديميا ده؟ طب هو عباره عن ايه المكاديميا دي؟ المكاديميا دي والله انت الراجل ده بيجي في وقت ما اعرفش بيجي منين، بس هو بيجي. مكسرات استوائيه، دي مكسرات قوي. ذوق حلو قوي المكاديميا دي. ذوق لي فواكه مجففه، مانجا مجففه. البيكان المدخن، بيكانه قوي. لا بالله عليكم، لا ما ينفع. في اقسام ثانيه، ما ينفع. في اقسام ثانيه. بص بص، احنا هندوق الكاجو بالجبنه. فين بسرعه. دي بقى حلاوه الجبنه. حلاوه جبنه؟ يعني ايه؟ الجبنه الحلوه والسمين. يعني دي حاجة حلوة بس بالجبنة. بالظبط. محشية قشطة بلدي سوري. ايه ده كل ده؟ يا اخي الام التالفة. بسبوسة التركي، طبقة بسبوسة وطبقة مهلبية. ما تدقنيش حاجة. واول ما تطلع فوق هتلاقي يا ميش رمضان. يا ميش، يا ميمي. ده زبيب؟ لا دي مش مشير. دي فرسية. يا اخي والله. اها. والياميش عندهم موجود طول السنه، ده غير العصير السلاش الفريش. حلو قوي. صور لنا يا ابني الحلويات. مش ده مش ده. والجاتو والحلويات. يا اخي والله ما لزوم. يلا دي قنبله. وطبعا قسم المنقوشه، قسم ابو عبيده. احلى منقوشه سوري تاكلها من ايد ابو عبيده. تعالى لي. احلى ايام كل افتتاح بيضحك عليا والله. احلى احلى الراجل ده بيضحك عليا والله. واطول مني لاني وعندي شعر وانا ما عنديش شعر. بص ما عنديش شعر والله. واكتر حاجه مشهورين بيها قسم الجبن والمربى بكل الفواكه والمخلل والزيتون. يا اخي والله ما يلزم يا يا جدعان. عيب يا جدعان. يا ميمي فناننا ساموراي مصر. دي مرطة؟ لا دي مش مرطة، دي مسبحة. حمص بالطحينة؟ ايوه. دي المسبحة؟ دي المسبحة التركية. المسبح التركي ده كل المسبح هنا، تركي برازيلي اسباني. دي المسبحة التركية سبايسي. دوقني السبايسي يا شيف. كانك هيك على شاطئ الروشي. انا اول ما اكلتها حسيت ان انا على شاطئ الروشي. انا الروشي. احنا عايزين راي سلطه القريش واللايت بقدونس. اللايت بقدونس بالله عليك، عشان معايا مشاكل. قرشني يا شيف. الفلفل الرومي خفيفه كده تدوب في البق، تحس انها ملبن مش جبنه. ده اللايت بقدونس. تسلم ايدك يا شيف. السلام عليكم يا جدع، بيحرجوني قوي. ايه في ايه؟ ايه ده بقى؟ ده قشطه على مربى الفراوله. ايه ده؟ دي بقى كيوي. مربى كيوي؟ مربى الورد؟ لا ما تكترش ما تكترش. ده غير انهم عندهم في الثلاجات فراخ وسمبوسك وكوبيبه جاهزين على القلي على طول. ده غير الجبنه الرومي واللانشون وصدور الرومي والهوت دوج والنقانق وزبادي بيبتدي من نص كيلو ومنقوشات ومخبوزات وزيوت لجميع انواع الشعر بجميع مشاكلها. وحرفيا هتلاقي عندهم كل حاجه. ومعانا سحب على 15 قسيمه شراء بقيمه 500 جنيه. كل عليك عشان تدخل السحب
تعمل منشن لابو الخير في الكومنتات وتعمل له فولو، وكل اللي ابو الخير هيرد عليه هيكسب معانا. قسم السحور بقى، اديني في الجبنه الرومي اللانشون الكشكوان بقى، ده انا ما بصحرش غير بالكشكاش بالكشكوان ده. ده ايه ده انت الراجل الاوقات الكشكاش كشكوان دي زي الموتزاريلا بالظبط. ده جبنه رومي جديده ولا قديمه؟ لا دي جديده. اموت في الجي دي خلاص في الجي. وده لانشون بالبسترما بالبسترما مش اي تسيع عليها شويه كشكاش كشكاش كوان. بسم الله كده ادخل شوف ده تركي صدور. ايوه والله انا كنت عايز انزل تحت بس ما كنتش اعرف الحاجات دي. تركي مدخن شرايا الصدور والشرايا بسترما. بسترما بلدي. الله بالبلدي بسترما بلدك بسترما بلدي يا استاذ. والسلام سلامتي والتحيه. ده شيدر المستورد. امي لو شافت الثلاجه مفتوحه كده ممكن تعمل معانا مشاكل. ممكن نقفلها؟ طب والنقاني؟ نقاني طبعا. ان هوت دوج. لا الهوت دوج هنا. ده هوت دوج. يلا بينا يا باشا. لا طبعا الزوادي على الصحر ازاي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. السحور كده ايه زي الفل. نجيب لك سله؟ لا لا سله ايه. يلا يا باشا بينا.